أرجو من الأخوة والأخوات الأعضاء التوجه لاستراحة الأعضاء للتشرف بالسلام على سموه حفظه الله ورعاه، كما أرجو من الضيوف الكرام البقاء في أماكنهم حتى مقادرة سموه المجلس. والآن ترفع الجلسة. في هذه اللحظات يتوجه سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وبمعيته السيد مرزوق الحبيني رئيس مجلس الأمة بالسن، بعد أن تفضل سموه حفظه الله ورعاه بإلقاء النطق السامي إذانا بافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي 17 لمجلس الأمة، موجها نطق سموه السامي إلى ممثل الأمة والذي كان نبراسا وهاديا وطريقا آمنة تسير عليها سفينة الديمقراطية في دور انعقاد فصل تشريعي جديد من أجل خير الأمة والوطن.